الجرائم ديال القتل قتلوا وشنو السبب ديالهم؟ السبب ديالهم القرقوبي اللي كثير في المحمديه اللي جيتي طلع للعالي كلشي تيبيع الفانيد، هبطتي لتحت كلشي تيبيع الفانيد، ولاو تيعطيو للدراري الزوينين اللي عندهم وليدات تيعطيهم القرقوبي دوخوم، ولا بنادم ما عارف شنو تيدير بحال الدري مسكين فؤاد اللي مات عنده جوج وليدات، دابا شكون اللي غيوقف لي مع وليداته؟ شكون اللي غيكون معاه؟ ها هي مرتو ها مو الصدمه والصدمه ديال الوالدين والسبب. هادشي اخويا تنقول لك هو الفانيد، الفانيد خاص السلطات اخويا دير شي حل للفانيد هذا، خرج علينا هاد الفانيد، خرج علينا الصراحه نقول لك خرج علينا هاد الفانيد. حنا كنا زوينين لاصال لونطريمون، جاو وحدين تيبيعونا الفانيد ما تبلينا به، دابا بغينا نحيدو حنا واحدين. دابا تشوف واحد تبيع الفانيد في دربكم تتقول تا نولي نخوي دربنا، انا ما بقاش نعمر ولا انا نخوي دربنا على قبل واحد يجي يبيع في الفانيد. خاص السلطات دير حل وتجي تدخل، تجي تحيد هذا الشيء باش حنا حتى حنا نعمروا في دربنا ونعرفوا دربنا درب زوين. الدري دعنا فيه، الدري دعنا فيه بزاف، ماشي دعنا فيه، اخونا وحبيبنا وقلبه بيض وحنين، ما تيحقد ما والو، ماشي من هذاك النوع اللي غيمشي بحال هذاك النوع اللي قتلو. دري زوين، دري باغي يوصل، باغي يدير وليداتو، باغي يدير دار، باغي يدير طوموبيل، باغي يمشي يسافر، باغي عنده مبتغى زوين، باغي يمشي لاوروبا، باغي يمشي عند ختو لكندا يمشي يشوفها تيتسارى يدي وليداتو يدوزو لي فاكونس. ها ولا مخصوف في حياته اصاحبي، شنو السبب ديال هادشي اللي تنقولها؟ القرقوبي، القرقوبي حيدو، و 70 درهم غدي واحد ساوي مليار، الدرهم ما تيسوى اكثر من مليار، غدي حبه ب 70 درهم. وتنطلب من السلطات اخويا يدخلوا في هادشي، الله يرحم الوالدين. جريمه ما يرثى لها اخويا، يرثى لها، كلشي دابا الضحيه الله يرحمه مسكين، ما يمكنش غدير لي هذيك الحاله وانت على وعي، ما يمكنش. السبب هو المخدرات، الاقراص المهلوسه اخويا، الاقراص المهلوسه خرجت على الدراري الزوينين كاملين، حتى الدراري قتل الدراري، صيفط الدراري للحبس، الي جون الشباب اصاحبي، عيب حشومه، عيب حشومه. المحمديه اخويا وليت تسمع فيها شي حوايج بزاف. بزاف 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 هادشي اللي سمعنا احنا، ما هادشي سمعنا ان قالت التصريحات ديال العساس، قال لك تا هو قصدو تا هو كان بغي يطعنو، لو كان ما عرف تا هو راه كان غادي يقتلو. سبب هادشي اخويا، سبب هادشي اخويا المخدرات، ما يمكنش تكون شتي الجثة ديال فؤاد الله يرحمه، ما يمكنش غادير لي هذيك الحالة وانت على وعي، راه ما يمكنش، راه خاصك تشوف، خاصك تشوف، خاصك تشوف الحالة ديال فؤاد الله يرحمه، والله يصبر والديه، والله يكون مع وليداته، هذا لله ما عطى ولله ما اخذ اخويا. واحد النقطة ما قلتهاش، ان الدري هذا كان عنده واحد الطموح زوين، كان باغي يصوفي، كان باغي يصوفي وليداته، كان باغي يصوفي والديه، كانوا باغيين يديو كندا يكمل حياته تمايا هو وليداته اخويا، جا السيد طعن والله ياخذ فيه الحق، وطعنا حنا كاملين اصاحبي وبقى فينا الحال، حيت هذا الانسان دري نقي وزوين وعنده طموح وعنده عقليه زوينه وفهمتي، خدام على راسه يلاه كان غيترسم، وجات سيد انا لله وانا اليه راجعون بقى فينا الحال. والله قسما بالله الحمي بورش عليا اخويا، حشومه وعيب وعار وهادشي راه كامل خرج لي اقراص المهلويسه اخويا، والفانيد والقرقوبي وفهمتي، حنا هادشي خاصو شي يبقى، هادشي الا بقى اخويا غادي يبقى الاجرام نهار على نهار، كتسمع نهار على نهار كتسمع الاجرام. حنا ما بغيناش، حنا بغينا المدينه تنقى وليدات زوينين تنقى ويديروا لنا فهمتي، يديروا لنا سبور فين ترينيو الدراري فين فهمتي كلوبات، والله يصبر والدي والله ياخذ فيه الحق وصافي وشكرا. هاد الجريمه هادي راه صدماتنا وصدمات كاع الناس، الجيران، الناس اللي كيعرفوا هاد السيد، تنعرفوه الصديق ديالنا والاخ ديالنا وكبر معانا، والام ديالو الله يعمرها دار درويشه، وقراتنا، قراتنا من الصغر، وحنا بقى فينا الحال بزاف، والله يرحمه هو شي في هذا النهار الكريم لعبد الله في هذه العواشر، والله يصبر والدي والاهل ديالو. وحنا ما بغيناش هادشي راه كثر في المدينه المحمديه، ما بغيناش هادشي يبقى يوقع بزاف، الاجرام كثر، و راه لا اله الا الله محمد رسول الله. حنا عندنا وليد اللي مات، الشاب مسكين عنده 30 عام، عنده وليداش، عنده 30 سنه اخويا، على ما سمعتش اخويا عنده بنيه، ويلا تزاد عنده وليد، الله يصلحه والله يصبرهم كاملين، الله يوتي برحمه الله، والله يصبر المدام ديالو والميمه ديالو، الله يجيبها بخير ويصبرها حتى هي مسكينه. وحنا ما بغيناش هادشي يبقى يوقع في مدينه المحمديه، راه تيبقى فينا الحال بزاف فهمتي، راه اللي ناض اخويا هز جنوين، اللي ناض هز موسى فهمتي، خاص هادشي خاصو يتعاقب عليه، هذا اللي دار خاصو ياخذ اقصى العقوبات، حيت
حيت مشى دري باقي صغير، باقي يلاه في عز الشباب ديالو، ودري زوين ويتم وليداته، دري زوين، دري نقيف، ذو اخلاق عاليه، زعما ماشي واحد شمكار ولا، يعني دري نقي بحالنا، بحال اللي كتشوفني انا في هذه الصوره هذه، خدام على وليداته في الروضه، وولادو تيتشموا والاخر مشى خدا راه هو دابا المصير ديالو، دار المصير ديالو بيديه، يعني يكون بغى المصير ديالو انه غادي طريق يتبع الطريقه ديال طريق الله، راه ما غاديش يوصل لهذا الشيء كامل، ولكن كل واحد كيختار المصير ديالو. الله يهدي امه محمد كاملين، واللي مات الله يرحمه في هذه العواشر، واللي باقي فوق الارض الله يرحمه فوق الارض. ما بغيناش اخويا هادشي يبقى يوقع، راه هادشي راه كيضر في الخاطر وكيضر في المجتمع كامل. الله يصلح هذا المجتمع اخويا، وكلمه زوينه، الله يهدي ما خلق.